السلام عليكم شباب بريب 3 ان شاء الله النهارده هنحل مع بعض كوميونيتي تيست نمبر 3 فرع الجبرا اند ستاتستكس في كويشن نمبر 1 بيقول لي تشوز ذا كوريكت انسر فروم ذس جيفن نمبر 1 بيقول لي ذا فانكشن دي وير دي اوف اكس ايكوال اكس سكوير ماينس اكس ماينس 3 باور 2 از اوف ذا نقط ديجري طيب عشان اعرف من الديجري لكام لازم اعمل عمليه سمبليفاي للبراكت ده فاعمل ايه دي اكس سكوير ماينس هنا بقول الفيرست سكوير يبقى اكس سكوير سكند سكوير نيجاتيف 3 سكوير تبقى 9 بعدين ساين اوف ذا ميدل اند 2 ملتبلايد باي الفيرست ملتبلايد باي السكند يعني 2 باي 3 6 6 باي اكس تبقى 6 اكس هنعمل عمليه ديستريبيوشن للنيجاتيف دي نوزعها على البراكت ده عارفين النيجاتيف بتدخل تغير الساينز كلها النيجاتيف بيبقى بوزيتيف والبوزيتيف بيبقى نيجاتيف فدي اكس سكوير هي زي ما هي -x2 دي negative هتبقى positive 6x 9 دي كده تروح مع دي يتبقى 6x 9 الاكس هنا باور 1 طالما باور 1 تبقى من الفيرست ديجري في نمبر 2 بيقول لي ذا فالوينج فراكشنز ار بولينومينال فراكشنز اوف ذا فيرست ديجري اكسبت اف وير اف اوف اكس ايكوال اهنه من دول ما تنفعش تكون بولينومينال لانه كلك من الفيرست ديجري بص كده فيرست ديجري اللي ما تنفعش الوحيده من دول بولينومينال هي دي ليتر دي طب ليه يا مستر عشان خاطر في هنا اكس في الدومينيتور واحنا قلنا اللي يبوظ الفاكشن ويخليها بولي بولينومينال اللي هو يكون في اكس في الدومينيتور او في روت للاكس ما ينفعش طبعا وفي هنا السكوير روت وهنا الكيوب روت للاكس او الاكس باور نيجاتيف طبعا دي موجوده فخلاص هي الليتر دي نمبر 3 بيقول لي في اكس ماينس 3 باور 0 ايكوال 1 زين اكس بيلونج تو احنا طبعا عارفين ان ان نمبر باور 0 ايكوال 1 اكسبت 0 باور 0 اني نمبر باور 0 ايكوال 1 يعني ايه اني نمبر دي اللي هي ار اني نمبر باور 0 ايكوال 1 اكسبت بقى 0 باور 0 ما ينفعش ده يكون 0 يعني اكس 3 دي 3 ما تنفعش تكون زيرو النيجاتيف 3 تروح هناك تبقى اكس نوت ايكوال تو 3 يعني اني نمبر ينفع ما عدا 3 اكسبت 3 ليه يا مستر 3 عشان 3 ماينس 3 زيرو زيرو باور زيرو ما تنفعش ما تديناش 1 يبقى ار ماينس 3 نمبر 4 بيقول لي اف order the pair 5 and b minus 7 lies on x axis. أول ما يقول لي lies on x axis أقول له ال y equal 0 على طول. ال y اللي هي السكند بروجيكشن اللي هو ده equal 0. ال negative 7 تروح هناك بالبوزيتيف يبقى b equal 7 على طول. نمبر 5 بيقول لي ذا function f وير آآآ uh, function f اللي هي function from r to uh, to r where f of x equal x في براكتس كده 2x بار 3 بلس 5x is a polynomial of the not degree يعني عايز اعرف من الديجري الكام لازم اعمل ديستريبيوشن للاكس ده يبقى 2x دي بار 3 ودي بار 1 تبقى بار 4 5 dx اكس ودي تبقى x بار 2 هنا x بار 4 وهنا x بار 2 4 تبقى الفورث ديجري نمبر 6 بيقول لي if the function f where x اللي هي from x to y يعني then the range of the function subset of طالما قال لي الرينج الرينج دايما بيبقى موجود في الواي على طول اعرفها كده معلومة ال x الدومين موجود في ال x والرينج موجود في الواي في question نمبر 1 بيقول لي if x set of 3, 5 and 7 y equal set of x where x belong to n يعني من natural number x greater than 8 to less than 30 and the set, the set of the function f where x a function from x to y is as follow f equal 3 and 9 5 and 15 7 and 21 number 1 بيقول لي فايند ذا دومين اوف ذا فانكشن عايز الدومين انا اتفقت معاك ان الدومين اللي هو الاكس اكسس اللي هو هنا 3 5 7 نمبر 2 بيقول لي رايت ذا رول اوف ذا فانكشن اف عايز الرول بتاعتها ليه الرول دي اللي هو ليه 3 اختارت ال 9 وليه ال 5 اختارت ال 15 وليه ال 7 اختارت ال 21 هنلاقي ان 3 ملتبلايد باي 3 وال 5 ملتبلايد باي 3 وال 7 ملتبلايد باي ايه باي 3 يبقى هي الرول بتاعتنا f of x equal 3x نمبر 3 بيقول لي if f of x equal 3x plus b f of 4 equal 13 يعني ايه الكلام ده يعني لما تعمل substitution مكان ال x with 4 الانسر يطلع 13 قال لك بعد كده find the value of b اعمل بقى substitution with 4 يبقى إيه هنعمل كده الانسر بتاعك هنا هيطلع 13 اهي equal 3 تايمز الاكس يعني هيعمل سبستيوشن 4 اهي بلس بي يبقى دي 13 3 باي 4 تبقى 12 12 بلس بي 12 بلس كام يدينا 13 12 بلس 1 يبقى البي ايكوال 1 وكده يا شباب يكون انتهى الكوميونيتيف تيست نمبر 3 نلتقي ان شاء الله في الكوميونيتيف تيست نمبر 4 لو في اي مشكله يا ريت تسوالي في الكومنتات عشان نحاول نحلها في فيديو شورت او في فيديو قادم او نحلها في الفيديوهات القادمه بشكل عام مشكله في الصوت مشكله في الشرح طبعا للحصص الاونلاين ما تنساش تتواصل على رقم الواتساب اللي ظاهر قدامك ده اسعار السيشن اونلاين هتظهر دلوقتي قدامك تواصل على الواتساب وقول لي ايه اللي انت عايزه في السيشن وهنظبطه مع بعض ان شاء الله ما تنسوش طبعا يا شباب لايك وشير وسبسكرايب اهم حاجه شير في كل مكان في الجروبات مع اصحابك الانتشار ده هو اللي بيساعدنا ان احنا نكمل فدعواتكم كده يا شباب وبالتوفيق شكرا سلام الله عليكم